الشؤون الإسلامية تشكل لجنة للبحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا، وتجربة التعليم عن بعد وجامعة جدة أنموذج. وتتابعون معنا لحظة وصول المواطنين القادمين من الخارج بعد إجلائهم. وفي قصة مؤثرة، أم نايف تروي قصة اختفاء ابنها عنها منذ 16 عاما. هلا من هنا البداية، حياكم الله، أنا مضيفكم جمال المعيقل، أرحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. وصلت أولى الرحلات الجوية إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، والقادمة من العاصمة الماليزية كوالالمبور، وعلى متنها 219 مواطنا، وذلك ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين للعودة إلى المملكة. بعد اكتمال وصول 956 مواطنا ومواطنة عبر جسر الملك فهد، استقبل اليوم مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام أولى الرحلات الجوية القادمة من مدينة كوالالمبور، وعلى متنها 219 مواطنا ومواطنة استفادوا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإجلاء المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج حفاظا على سلامتهم. سخرت وزارة التعليم 167 حافلة على مستوى مدينة الرياض والدمام وجدة، وذلك لتقديم خدمة نقل المواطنين والمواطنات من المطارات وحتى دور الضيافة الصحية، منها 39 حافلة في مدينة الدمام، بالإضافة إلى 4 حافلات لنقل الأمتعة. هذه ما مثلها في الدنيا بلد، لو يدور الواحد في كل مكان زي السعودية ما في، وزي الملوك حقها ما في. وصلت الآن لأرض الوطن؟ وصلت لأرض الوطن، نسيت حتى عبايتي وأنا نسيتها هنا، مو كنت غسلتها وكويتها ونسيتها، مو كنت فرحتي. اهتمام سعادة السفير في بالمواطن السعودي، سواء عالق، سائح، مبتعث، طالب، جميع الفئات اهتمامهم في المواطن السعودي، ولله الحمد والشكر، من سكن ومن إقامة ومن إعاشة. نشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين على توجيهه بعودة المواطنين لأرض الوطن، ونشكر وزارة الخارجية ممثلة بالسفارات ما قصرت معنا، وسفارة ماليزيا من سعادة السفير إلى آخر موظف ما قصروا معنا من أول يوم إلى المطار. حالتي المرضية كانت إن هي تعبانة شوية، فحطوني في أول الطيران وقالوا لي إيش ناقصك، وكان ما عندي جواز سفر، جواز سفري كان في مكتب الهجرة، جابوا لي جواز سفري. يعني من جد الحمد لله، أشكر الله الحمد لله على النعم اللي أنا فيها من جد. في الوقت الذي تخلت دول عظمى عن مواطنيها في الخارج، ها هي السعودية تثبت لمواطنيها وللعالم أجمع بأنها قريبة من المواطن، وإن بعدت المسافة وتأزم الموقف. يا بلادي واصلي والله معك، واصلي حنا وراك، واصلي والله يحميكي يحميكي إله العالمين، إله العالمين. لبرنامج يا هلا، محمد المحي، الدمام. نتابع وإياكم آخر المستجدات التي جاءت في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول فيروس كورونا. في المملكة العربية السعودية تم تسجيل عدد 382 حالة إصابة جديدة، وهذه الحالات الجديدة توزعت في مجموعة من مدن المملكة العربية السعودية، وسيتم مشاركتكم
في تقارير تتحدث عن تفاصيل توزيعها في مدن المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تحديثها وتحديث بقية البيانات على الموقع المخصص لتحديثات كوفيد 19، وهو covid19.moh.gov.sa. بالتالي يصل إجمالي الحالات في المملكة العربية السعودية إلى 4033 حالة، من بين هذه الحالات 3261 حالة هي حالات نشطة، مستمر تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، ومن بين هذه الحالات 67 حالة هي حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة. حالات التعافي بلغت بحمد الله بإضافة 35 حالة تعافي 720 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، منها حالة لشاب سعودي بلغ من العمر 33 عاما توفي في جدة، وسعودي بلغ من العمر 67 عاما في المدينة المنورة، وثلاثة غير سعوديين بلغت أعمارهم 41 و63 و80 عاما، ومعظمهم كانت لديهم حالات مرضية مزمنة. قررت تركيا إرسال معدات وكمامات طبية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي لأسباب إنسانية، ووفقا لما ذكرته صحيفة سوجو التركية بأن المساعدات التي تم إرسالها لم يعلن عنها بشكل رسمي. الحقيقة هو أمر غريب وعجيب ومثير للاستغراب، ويضع كثير من علامات الاستفهام أن نكون في وسط هذه الأزمة ووسط هذه الجائحة، وأن تذهب المساعدات إلى الكيان الصهيوني بدلا من أن تذهب إلى إخواننا وأحبائنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذين يعانون من الحصار، والذين يعانون من الجور اليومي الذي يعيشونه من قبل هذا الكيان المغتصب لهذه الأراضي. لكن ما وش اللي نقدر نقوله مع هذا الشخص أمانة؟ احنا نتكلم عن شخص قبل المذلة والمهانة على نفسه لمرات عدة، شخص مشحون بالغباء السياسي ومشحون بالعهر السياسي، يمارس التقية الدينية ويدعي دائما أنه مع الإسلام، ودائما أنه مدافع ومنافح عن مصالح المسلمين في كل أصقاع الأرض. من الخلف ومن حيث لا نعلم تذهب المساعدات بشكل غير معلن إلى دولة الكيان الصهيوني. لعل هذه الأبيات المنسوبة للشاعر جابر الثبيتي تصف حال هذا الشخص المأزوم، ونحن نتحدث هنا عن أردوغان وحكومته وزبنيته. يالله لا باركت في شوفة الترك، حمر شواربها وملسن الحاها، عيونهم يشينها يوم تنظرك، زرق تقول الماء مخالط غشاها، يضحك لك التركي بسنه ويغدرك، خليقة ما ينعرف مستواها. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. في قصة فقد لأكثر من 13 عاما تخللها بحث لم ينقطع ورجاء باللقاء لم يتوقف، فارقت أم نايف وجه ابنها وهو ابن للثلاثة أعوام لتفتقد رؤيته وهو شاب ورجل يقف أمام عينيها. تفاصيل هذه القصة نعرفها مع أم نايف التي تنضم إلينا عبر الهاتف. مساء الخير يا أم نايف. مساء النور أم نايف، ياليت تحكي لنا وش القصة، من وين بدت، وش وصلتي لها إلى الآن؟ بدأت القصة من عام 1/4 عام 1428. خلال هذا العام كان عمر نايف يبلغ 3 سنوات،
أبوه اللي هو طليقي طلقني في عام 1428. جاء 1/4 تحديد 1/4/1428 هدد الوالد الله يرحمه ويشفع له عطني ولدي، طلقت بنتك خلاص عطني ولدي. ولده ما يدري عن ما يشاف نايف إلا وعمره شهرين، شهرين ما يعرف نايف إلا وعمره شهرين. فجأة طلع له طلع يقول عطني ولدي، ما يدري نايف هو أبيض أسود معوق ما مع أيدي. المهم هدد الوالد، الوالد كان شايفه مريض وعطاه نايف. لو طلع له أي طفل من بيتنا من عيال إخواني أو خواتي أخذ، ما يدري عن نايف. قبل أخذ طليقي ولده قبل بأسبوع، كان أخوه الأوسط أخذ كرت التطعيم الأصل. ليش؟ نايف عمره 3 سنوات، أنا بأضيف نايف، أنا بأضيف نايف. من بعد هذا المشوار بدأت المعاناة. من خروج نايف من عام 1/4/1428 بدأت المعاناة، بدأت المعاناة. قدمت في الدوائر الحكومية، وكلت لمحامي طلع فت من مدينة الرياض من المحكمة، طلع لي فت حكم فيه الشيخ حكم غيابي، بلغوا عن طليقي إعلان بالجرائد أن الرجل ليس له مقر عمل لا سكن فقم جوال، ما نعرف عن شيء، ما نعرف عن شيء، ما نعرف عن شيء. جاء كابات الدوائر الحكومية حولت من دائرة حكومية من دائرة إلى دائرة من دائرة نظاميا، معاملة نظامية، إلى أن وصلت إلى بيت المودة. بيت المودة راح نحلها بالمودة، نتواصل مع إخوانه، أعطيني رقم طليقك. طليقي مختفي، مختفي، إنسان مختفي عن وجه الأرض، ما له أي قرار. أعرف رقم أخوه، أخوه الأكبر وليس الأوسط اللي خذ كرت التطعيم. واصلت مع أخوه الأكبر، قال ما أدري عنه نايف، ما أدري عنه. بكل جبروت وبكل قوة، نايف ما أدري عنه. ليه؟ أنا أم، بأي حق يحرموني من نايف؟ أم. واصلت المعاملة، رحت لإدارة التأهيل أطالب في نايف، هل نايف يدرس؟ ما معي سجل أصلاً مدني لايف، أبحث لماذا؟ السجل طليقي اللي فك الطلاق، السجل كرت العائلة، طليقي مقضي عني كرت العائلة، الكرت اللي أمشي به كرت العائلة اللي ما أشوف إلا وقت المراجعة وأنا حامل ابنائي، غيره ما شفته. بحثنا عنه في اسم الأب في إدارة التعليم، يا أختي لا يمكن باسم الأب أعطينا سجل لايف. ما أعرف نايف، نايف ما أدري عن وضعه، ولا أدري عن حياته، ولا أدري حي أو ميت. نايف طلع طفل عمره 3 سنوات، يا أخواني يا خواتي 3 سنوات، حنعيد عمره 17 سنة، 17 سنة. الله يبرد قلبك إن شاء الله يا نايف، وإن شاء الله تشوفينه بإذن الله بشكل قريب. يا نايف فيك علامة فارقة في الراس، يا نايف إذا اسمك نايف، إذا ما غيروا اسمك فيك علامة فارقة في الرأس من أثر طيحة صغير، يمكن الله حطها حكمة له يعرف نفسه، نعلم الله ما نعلم ما في الغيب. علامة فارقة في الرأس من أثر طيحة بعد الجبر نقص الكية في منتصف الرأس. يا نايف، يا نايف أنا أمك حية حية حية، أبحث لي 14 سنة، 14 سنة. يا أخوان يا رؤساء يا أهل الرحمة، حلبي نعيش في ظل حكومة رشيدة، في ظل الله ثم ظل حكومة الرشيدة، في ظل الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي العهد محمد بن سلمان الولي الأمين. أناشدكم يا أخواني، أناشدكم يا مسؤولين، أناشد كل إنسان يخطف هذا الموضوع، أن الجهات الحكومية ما قصرت، لكن ما في أمل، ما في أمل خير، ما في أحتفنا. طيب أم نايف، أم نايف أنا بالله مقدر كل اللي
اللي تكلمت فيه، وإن شاء الله أن الله يرده لك ويسعدك ويفرحك بشوفته بإذن الله. بس أم نايف خليني أسألك، أنت الآن تابعتي القضية مع الجهات الأمنية خلال هالفترة؟ عدتي جددتي البلاغ على الرجل طليقك؟ تابعت. أنا في قرية خارج الرياض، أنا ما أتابع إلا في العطل الصيفية، ما أروح للرياض إلا في العطل الصيفية بحكم عملي. أنا امرأة أعمل في قرية نائية، تابعة في المنطقة الجنوبية، تابعة للجنوب المنطقة الجنوبية، أروح للرياض في العطل الصيفية من أول ما ينتهي دوامي وأنا في الرياض. ليش تحتاجين تروحين للرياض يا منايف؟ ما تقدرين تقدمين من قرية نائية؟ قرية نائية، لا يوجد لدينا أبراج، لا يوجد لدينا محكمة، قرية نائية، طرق برية غير معبدة. قرية نائية تابعة لوش العسير؟ تابعة لإمارة عسير. تابعة لإدارة التعليم. إمارة عسير فيها محاكم، فيه الأمارة تقدرين تتجهين لها، اتجهتي لها؟ أنا مقري وحياتي كلها في الرياض، وزواجي في الرياض، وسكني وأساسي في الرياض، ولادة نايف كانت في المستشفى في محافظة تابعة للرياض. الحين هم أعمامه يخفون أنه نايف خذوه ويخفون أنه عندهم. نعم، الرجل مختفي 3 سنوات. تخيل إنسان اللي هو الطليق مختفي له 3 سنين. 3 سنين ما شاف نايف إلا وعمره شهرين. وبعدين طلع بعد ال3 سنين. بس لما هدد والدك الله يرحمه ويغفر له، وش هدده بإيش؟ شايف في ضغط وسكر. عقلي ولدي، طلقت بنتك خلاص، عقلي ولدي، وش بيكون ردة؟ شايف، وتوفى الله يرحمه بجلطة، كلها من الضغوط، كلها من الوضع اللي عشناه، كلها من الضغوط اللي تعرضنا لها. وجاء أخوه عقلي كبت التطعيم الأصل، نايف مو مغلاف لعمره 3 سنوات، أنا بوظيفة. وما وجدت النايف الآن أي إثبات أنه مسجل باسم أبوه؟ ما وجدت ولا لسجل مدني ولا أصلا ولا لسجل. أنا أبحث السجل لطليقي من فك الطلاق، جبت العائلة اللي أنا مضافة فيه ما أعرفه ولا شفته إلا أثناء الحمل، يوم كان ما يراجعني في المستشفيات أثناء الحمل. زي أي امرأة زوجة وحامل تراجع كبت عائلة، يأخذه وخلاص يختفي، ما أدري وين يحطه. طيب وش تطالبين فيه الآن يا منايف؟ أطالب المسؤولين، أناشد الملك سلمان ملك الإنسانية، أناشد ولي العهد، أناشد المسؤولين، أناشد كل شخص، وإن شاء الله نعيش في ظل الله تنظل حكومتنا الرشيدة، معودتنا أنها تنصف المظلوم من الظالم، تأخذ حق الضعيف من القوي، خذوه بقوة منهم وضعفا مني ومن والدي. ما بيدي نشد، وناشدهم وناشد كل دائرة حكومية لها اختصاص في هذا الوضع. أنا راجعت 14 سنة، 14 سنة حست أقدامي وقلبي انفطر، وصرت بالأمراض ما أدري عن وضع نايف، حي أو ميت، يدرس ما يدرس، وضع الصحي، وضع الجسدي، أبيهم وبالأخص حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق الإنسان، يبحثوا لي عن ولدي، يبحثوا يشوفون وضعه كيف الصحي نفسي الجسدي، طفل حلم من حضن أمه 3 سنوات يا أخوة، 3 سنوات كيف يكون وضعه، وفي الأزمة هذه وفي الأمراض. أنا كل يوم في حلم بشع، أصحى من أحلام بشعة، وناشدهم بحضور ابني نايف، البحث عنه حي أو ميت، إذا هو حي وضعه الصحي والجسدي والنفسي لازم يفحص عليه، إذا هو ميت يطلعونه لي يحضرون شهادة الوفاة والسبب الوفاة والجثة وتحليل دي إن إن إنه ابني نايف، إذا اسمه نايف ما أدري عنه. إن شاء الله عندي حكومة رشيدة، إن شاء الله، لا إن شاء الله إنك بإذن الله تبين تلقينا، إن شاء الله تبين تلقينا وترجعين تفرحين فيه يا منايف، وتضمينه لك، وبشري إن شاء الله. الله وعد المظلوم بنصرته حتى لو بعد حين، فخلي أملك بالله كبير، وأملك وثقتك برجال هالدولة إن شاء الله كبير، وثقتك بالقضاء بإذن الله كبير، وثقتك برجال الأمن إن شاء الله أنها كبيرة،
وبإذن الله أنهم بيقومون بدورهم وأكثر. وإحنا بنتابع معك الأيام الجاية وش أي تطورات تصير معك. راح تأكد أننا راح نكون معك وراح نكون منبر لصوتك بإذن الله. الله يجزاك خير، وأشكر قناة روتانا على استضافتي وعلى البحث عن ابني نايف. الله يجعله في موازين حسناتك. الله يجعله آمين. والله الله يفرحك برنامج يا هلا. الله يفرحك برجعته إن شاء الله. شكرا لك يا أم نايف. حقيقة يعني الواحد يتساءل دائما في 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 تصرفات بعض البشر يعني غريبة وتثير الاستغراب وتثير الاستهجان. من اللي يملك انه يبعد طفل عن والدته وهو طفل؟ من اللي يملك هالقلب انه يبعد طفل عن امه؟ لكن احنا كل اللي نأمله ان شاء الله انه ام نايف تجد مرادها وتجد مطلوبها اليوم عند كل الجهات الامنية. احنا على ثقة انه الجهات الامنية قادرة باذن الله انها تتصدى لهالموضوع، واحنا على ثقة انه القضاء قادر على انصاف ام نايف. عمر قيادتنا بحمد الله من 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 الملك الى اصغر موظف ما عمرها قبلت بظلم يقع اليوم على مواطن. كل اللي نامل ان شاء الله انه يتحقق هذا الشيء باذن الله لام نايف خلال الايام المقبله. نروح لخبرنا الجاي. اذ في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وصل 190 مواطن بعد ان اجرتهم السفاره السعوديه من الولايات المتحده الأمريكية حسن الرحماني، كان هناك لرصد مشاعرهم بعد وصولهم لأرض الوطن. في مطار الملك خالد الدولي بالرياض تحديدا في الصالة رقم 1 يدرك المواطن السعودي أنه الرقم 1 وأن قيمته هي الأعلى، لأن الإنسان أولا في هذه البلاد. مئة وتسعون مواطنا أجلتهم السفارة السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية حاولنا رصد مشاعرهم حال وصولهم. كل ما شاهدناه من اهتمام بالغ اليوم وتنظيم وجهود جبارة تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد وكل المسؤولين بقطاعات الدولة، داعي مفخرة واعتزاز. احنا جايين من واشنطن، احنا جايين من امريكا، احنا جايين من البلدان الكبرى اللي كنا نزعم مع الاحترام انه هي تبذل الغالي والنفيس من اجل ابن وطنها، ولكن ما شاهدناه او ما قدمته المملكة العربية السعودية عكس اتجاه آخر وخلق طريق آخر مختلف. شكرا لقيادتنا، احنا جدا فخورين. حملنا على أكفف الراحة من لحظة إغلاق الحدود حتى هذه اللحظة. الفنادق 5 نجوم، الخدمات 5 نجوم، حتى الأمريكان يحسدوننا على هذه النعمة ولله الحمد لله. إلين وصلنا هنا وإحنا في نعم لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على سلامتك لوصول أرض الوطن. إيش تقول؟ أقول الحمد لله وشكرا للوطن، رجعنا يعني واشتقنا للوطن. والله جدا سعيدة وفخورة أني سعودية صراحة. كيف كان تعامل السفارات؟ كل شيء كان جميل، كل شيء كان جيد، ما قصروا. احكي لنا التفاصيل، كيف تواصلتوا معهم وتواصلوا معكم؟ عبر المنصة كان كل شيء سهل، وعلى طول جتني التذكرة وأغراضي أصلا كانت جاهزة وكل شيء كان سريع وسلس. والله الحمد لله يا رب لك الحمد، عسى الله يعز بطلنا بكل مكان، عازينا ورازينا والله. ديرتي ودي اقول انه راسي في السماء. ماذا يعني ان تكون مواطنا سعوديا؟ يعني ان تكون اولويه قصوى في حسابات خادم الحرمين الشريفين وفي حسابات ولي عهده الامين، وان تكون في امن وامان دائم مهما كانت الظروف، فوق كل ارض وتحت اي سماء. حسن الرحماني لبرنامج يا هلا الرياض. أطلقت شبكة قنوات روتانا مبادرة جديدة تمثل إهداء من المجموعة لمتابعيها في العالم العربي،
وهي روتانا كوميدي، والتي تأتي استمرارا للجهود الدؤوبة من شبكة روتانا لمواكبة تطلعات مشاهديها والترفيه عنهم خلال هذه الفترة الصعبة، لا سيما بعد إطلاقها لقناة روتانا كيدز مطلع الشهر الحالي. وتنطلق روتانا كوميدي من خلال شبكة برامج منوعة وفريدة ابتداء من يوم غد الأحد، بهدف الترويح عن المشاهدين وحثهم على البقاء في منازلهم وبث السرور في كل بيت عربي في ظل الظروف الراهنة. وتقدم روتانا كوميدي مجموعة من أقوى وأبرز الأفلام العربية الكوميدية التي حققت أهم النجاحات وأعلى الإيرادات على مدى السنوات الفائتة، بالإضافة إلى أبرز إنتاجات الزمن الجميل والأعمال المسرحية المصورة والمسلسلات الكوميدية والسكتشات النادرة التي يطل عبرها أو عبرها أهم نجوم الوطن العربي الذين أضحكوا المشاهدين عبر مر الأجيال. اللي هقوله ده عاوز حتة مزيكا. ايه اسمع. تخيل يو 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 أن تمتلك مفتاحا سحريا. ازاي بقى يا بوم؟ بضغطة زر. الواد ده خاوي، الواد ده حاوي وبيطلع تعابين كمان. يملأ حياتك ضحك. أنا عايز أعرف أنا ليه لابس لبس الفيل. طاقة إيجابية. إحنا هنا كبرين نبروك. أنا الرقاصة. فرح وسعادة. هنبقى آخر حلاوة بالصلاة على النبي مع بعض. روتانا كوميدي. حاجة تانية. قناة جديدة. طيب أمبارك بقى. كونجراتيليشن. تنطلق ابتداء من 12 إبريل. جيبوا الرقص والعكس والأفراح. لتملأ بيوتكم ضحك على مدار الساعة. لا ده أنا كده أحبك بقى. يمكنكم متابعتها على التردد التالي على عرب سات. روتانا كوميدي. يما. مش هتقدر تنزل من بيتك. روتانا كوميدي يوم غد، تابعوها. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. غيرت أزمة كورونا وما تبعها من منع للتجول وحجر منزلي الكثير من العادات وأنماط الحياة داخل العائلة السعودية، فما هي أبرز هذه التغيرات وكيف استفاد الكثير من الأسر من فترة العزل والتواجد داخل المنازل؟ ينضم معنا عبر استوديوهاتنا في جدة الأستاذ ريان سمان، ناشط اجتماعي ولايف كوتش معتمد. حياك الله أستاذ ريان، وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا وسهلا أخ جمال، يعطيكم العافية. شكرا لكم، وأنا أتشرف جدا أن أكون معكم اليوم. الله يحييك أستاذ ريان. خلينا نأخذ الجانب الإيجابي من هالأزمة. ما الذي غيرت أزمة كورونا اليوم بنمط حياة العائلة السعودية؟ صراحة أخ جمال، يعني خلينا نكون واقعيين، أنا طبعي إيجابي، ولكن الأمر اللي حاصل معنا هي أنا أعتبرها تجربة استثنائية على مستوى العالم بالكامل، استثنائية من كل النواحي، لأنه أول مرة نعدي بتجربة مثل هذه التجربة، تجربة من التجارب اللي الواحد ممكن يستفيد منها بطريقة إيجابية أو سلبية، وما نقدر إنه إحنا نقول والله إحنا لازم نستفيد منها بشكل إيجابي ولازم نكون متفائلين جدا ولازم يعني نطلع منها بفوائد استثنائية، ولكن بطبيعة الحال أي تجربة الواحد يقدر إنه هو يخرج منها بفائدة، حيطلع منها بحاجة معينة، سواء كانت الحاجة هذه كويسة أو غير كويسة، ولكن التجربة هذه صراحة من الأشياء الجميلة اللي حاصلة فيها إنها بطبيعة الحال لها تأثير إيجابي جدا على العوائل السعودية أو على الأسر بالتحديد، لأنه أصبح البيت موجود أكثر مع بعض. في العادة كل واحد مشغول في حياته، والزوج دائما بيكون في العمل، الزوجة إذا كانت نفس الحكاية. الوضع الحالي أصبح إنه جميع موجود في مكان واحد، موجود في البيت، فبالتالي في وقت أكثر إنهم يقضوا مع بعض، وبالتالي صار في اختراعات،
صار في ابتكارات مرة جميلة العائلة صارت تعملها علشان خاطر تقدر تقضي وقتها بشكل جيد. في أنشطة يمكن شفناها أستاذ ريان خلال هالفترة تفننت فيها يمكن العوائل السعودية في كسر جمود هاللحظات اللي قاعدين يعيشونها، هل تعتقد أنه بالفعل العائلة السعودية عندنا أو أفراد العائلة استطاعوا كسر هالجمود، أم أنه بتصير بعد فترة هذه أنشطة متكررة مملة؟ أنت طلبت أننا يعني اللي فهمته بداية حديثك أننا ننظر لهذه الأزمة أيضا بواقعية أكثر. صحيح بصورة عامة الأمور اللي بتحدث الآن هي عادات بتنبني، لأنه الأفكار تتحول إلى عادة، والعادة مع تكرارها الأفعال مع تكرارها تتحول إلى عادة. فالأمور قاعدة تحصل حاليا، نتمنى أنها تتبني عادات إيجابية وجميلة تستمر حتى ما بعد إن شاء الله انتهاء الأزمة على خير وقريبا جدا. من الأمور الرائعة أنه فعليا أصبحت الأسرة تقدر تقعد مع بعض وتتكلم مع بعض، يعني صار في نوع من الإبداع في اختراع أو اختلاق الفرصة والموقف اللي هم فيه. ففي اللي العوائل المستفيدة مع بعض، اللي تقعد تلعب كيرام أو تقعد تلعب ألعاب القديمة الجميلة اللي كانوا يلعبوها زمان، اللي اختفت كثير مع التكنولوجيا ومع زحمة الحياة وسرعة الحياة اللي صارت، كيرم، شطرنج، طاولة، من الأشياء هذه الجميلة اللي بتحصل. أيضا إنسان حيوان جماد، في من الألعاب الحلوة اللي فعليا بتجمع العيلة، بتخلق نوع من الألفة والمحبة، وهذه صراحة بتطلع طاقة إيجابية مهمة نحتاج الفترة الحالية، لأنه يعني الواحد صار في اليوم الواحد بيعدي بمختلف مراحل من المشاعر، مختلف المشاعر في نفس اليوم، فتلاقي نفسك شوية انك انت فرحان، شوية زعلان، شوية مضايق، شوية مكتئب، شوية حزين، شوية معصب. فجميع المراحل هذه، جميع المشاعر دي بتعدي عليها في نفس اليوم. هذا شيء طبيعي، علشان ندرك ونكون واعيين انه هذا شيء طبيعي الواحد يعدي بهذه المشاعر، ولكن دائما يعني نكون واعيين انه ما تستمر بعض المشاعر السلبيه بشكل كبير تكون موجوده. اعتبرها زي موقف السياره، جات وقفت كده وخلصت ومشيت. تمسك دائما بالمشاعر الايجابيه الجميله اللي تكون معك. واحنا هنا ما اقدر اكون دائما نكون ايجابيين متفائلين، لانه طبيعي الواحد لما يكون قاعد في مكان ما يقدر يتحرك نوعا ما، نقول انه نوع من الحرية ما هي موجودة بشكل أو بآخر، طبيعي تكون بعض المشاعر هذه موجودة عشان نكون واقعيين. لكن من المهم جدا أن الواحد يخترع أشياء ويسوي أشياء تخرجه، يعني حتى من الأشياء الجميلة جدا أنه صار في خرجات أونلاين، فالناس اخترعت طلعات وخرجات أونلاين كمان. صحيح. طيب أنا سؤالي اليوم، زي ما ذكرت اللي قاعدين نعيش اليوم يؤسس العادات يمكن بين أفراد الأسرة، يؤسس اليوم الروابط أكثر بين أفراد الأسرة، هذا الشيء ما كان موجود في السابق، الكل لاهي بعمله والكل لاهي في وسائل الترفيه التقنية. سؤال، كيف نقدر نحافظ على هالمفاهيم اليوم حتى بعد انتهاء الأزمة؟ جميل. هي تبدأ بالأفكار تجاه الأمور إحنا فيها حاليا، قديش إحنا أعتقد يعني أغلبنا التمس الآن جوانب كثيرة شاف نفسه أنه هو مستمتع فيها ويقدر يسويها ما كانت في باله في السابق. الآن صار في فرصة أكبر أن الواحد يكون في عنده وقت مع ناس، مع ذاته، مع نفسه، وهذه من الأمور اللي مرة مهمة اللي تبني علاقة جيدة مع ذاتك، اللي هي من أهم العلاقات اللي الواحد يقدر يبنيها. علاقتك مع نفسك هذه من الأشياء جدا مهمة، وأيضا علاقتك مع أهلك والناس الأقرباء منك. فكيف تقدر تستمر على الموضوع هذا حتى بعد ما تنتهي الأزمة إن شاء الله تعالى وترجع الحياة الطبيعية زي ما كانت؟ إنها تبني عندك هذه العادات الجميلة، تبني عندك
حياة الاستمتاع بالأشياء البسيطة. مو لازم الواحد يكون عنده كل حاجة شيء خاطر ينبسط، هي فكرة، هي مشاعر الشخص يقدر يستحضرها ويكون فيها عشان يقدر هو ينبسط. السعادة هو قرار، هي 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 حالة معينة الشخص يستحضرها وقت ما هو يبغى، فإذا كان يبغى حيث أن هو يلاقيها. وبالتالي لما الآن الشخص بيكون عنده أشياء كثير هو كان رابط فيها سعادته فيها ورابط فيها فسحته أو بهجته بيها، والآن ما هي موجودة ولاقى أشياء أخرى قدر أنه هو يستمتع فيها أكثر أو أنه يشغل نفسه فيها بشكل مختلف، فبالتالي يقدر يبني هذه العادات اللي تقدر تستمر عليها بعد ما تنتهي. يعني صراحة الموضوع يعني يقدر واحد يطالع فيه بنظرة إيجابية أو بنظرة سلبية، وبالطريقة اللي بتطالع فيها تقدر تلاقي كل الأشياء اللي تدعمك. أستمعك بس أستاذ ريان، ننتقل للفاصل ثم نعود لاستكمال حديثنا. حياكم الله من جديد، حديثنا مع الأستاذ ريان سمان الناشط الاجتماعي ولايف كوتش معتمد. كيف تغير شكل العائلة السعودية بعد كورونا؟ هذا السؤال الأساسي اللي اليوم نتحدث عنه. أستاذ ريان، كنا قبل الفاصل نتحدث عن كيف نحافظ على هذه العادات التي اليوم خلقت وتأسست من خلال هذه الأزمة. خلينا أخذ الموضوع إلى منحى آخر إذا سمحت، هو كيف يمكن لنا اليوم وسط حالة منع التجول أن نعيد النظر في أهدافنا تجاه حياتنا، أن نبني مهاراتنا، أن نبني أهدافنا الحياتية سواء على مستوى عملي سواء على مستوى الأسرة؟ كيف يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة؟ رائع. عارف أخ جمال، في جانبين من الناس حاليا، ترى عشان نكون واقعيين شوية، في كثير من الناس لسه ما هي مستوعبة وما هي مدركة الأمر اللي حاصل معاها للآن، فبالتالي بعض الناس بيحتاجوا لسه ياخدوا وقت يستوعبوا شوية الوضع اللي هم الآن فيه، لسه يعني بيحاولوا يجمعوا الوضع اللي هم فيه. فبالتالي ما نبغى نروح إكستريم نقول لازم الواحد ياخذ دورات ويستفيد من الموضوع هذا وتعلم لغة جديدة وما أدري إيش، مهم ورائع وجميل وفرصة استثنائية، لكن مو لازم. في ناس تشوف إنه في بعض المبالغات ببعض الدعوات اليوم اللي قاعدة تصير من استغل وقتك ما استغل وقتك، صحيح. كأنها تحمل الناس مسؤولية، صحيح. أكبر يعني تحمل فوق طاقتها. أيوة يا أخي، تحمل الناس فوق طاقتها بزيادة، إنه يا أخي أنت لازم، إذا أنت ما تعلمت الدورة الفلانية ولا ما تعلمت اللغة الجديدة هذه ولا ما عملت، إذا طلعت من الأزمة وأنت ما تعلمت شيء ترفات عليك وحياتك راحت صفر. بالضبط بالضبط، راحت عليك نص حياتك، وهذه فرصة لا تعوض. يا أخي سيبوا الناس في حالها، بلاش نحمل عليهم عباء زيادة ويحسوا فعليا انه اذا هم فعليا ما خرجوا بالازمه هذه بمهارات او بتجارب او باشياء معينه فهم ناس فاشلين وهم ناس غير صالحين للمجتمع. لا، بالعكس، جميل جدا ومفيد ورائع لما الشخص يقدر يستفيد من الوقت ويقدر ان هو يتعلم مهارات، يعمل اشياء معينه يبغى يسويها، دورات معينه، وفي الان الاونلاين كثير اشياء معينه الواحد يقدر ياخذها. ولكن في جانب آخر هو مجرد بس يبغى يقعد، يبغى يسترخي، يبغى يروق، يبغى يصفي الدماغ، يبغى يتفرج أفلام، يبغى ينبسط، يبغى يستمتع باللحظة، يبغى يلعب مع أهله مع أسرته مع أولاده. يعني أنا مثلا من الأشياء الجميلة جدا اللي استفدت فيها في المرحلة الحالية، بلعب مع بنتي نور اللي عمرها 3 سنوات وأقول لها باي نور أحبك، هي قاعدة تتابعني الآن، فلقيت وقت جميل إني أنا أقدر أقضي معاها الوقت وأقعد معاها ومع أسرتي. عملنا شيء جديد جدا، يعني أول مرة في حياتي أطبخ، وكانت تجربة جميلة ولقيت فيها متعة حلوة. كثير أشياء الواحد صار يقدر يجربها في الفترة الحالية لأنه في وقت كويس تقدر تكون فيها مع نفسك ومع أهل بيتك. سؤال ايضا على النقيض، في اشخاص، ويمكن انت جبت هذه النقطه وذكرتها يعني بشكل اخر، في بعض الاشخاص يقول لك يا اخي انا مليت من الكسل، انا ماني قادر اسوي شغل، انا ماني قادر
أعمل شيء، في حالة عندي أنه أنا ماني قادر أعطي، ماني قادر أقدم، ماني قادر. كيف يخرج الشخص من هالحالة؟ رائع، سؤال جدا 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 مهم. أول حاجة أقول لك إنه الحالة دي طبيعية، جدا طبيعية. الأمر الثاني، لما الواحد يعرف إن الموضوع هذا طبيعي يطمن ويرتاح، لأنه كثيرين ناس زيه بيتعدي عليه بنفس المرحلة هذه. الأمر الثاني، يبدأ يشوف إيش الأفكار اللي بتدور في عقله في الوقت الحالي، وإيش المشاعر اللي عنده، لأنه أي تغيير الواحد يبغى يسويه مربوطة بالأفكار اللي عندك وبالمشاعر اللي عندك. الأفكار اللي حتخليك تعمل حاجة معينة تبغى تسويها وتبغى تعملها، واللي تدعمها وتحفزها وتقويها دوافعك اللي هي مشاعرك الداخلية تجاه الأمر اللي تبغى تسويه. فإذا أنت ما أنت حاسس تبغى تعمل شيء معين، ولازم وقت ما تحس تبغى تسوي حتسوي. تبغى تحفز الموضوع هذا، أنت ما أنت راضي عن نفسك مثلا، حاسس أنك أنت مفروض ما يكون كده عندك، طيب فتشوف إيش الأفكار اللي بتمنعك أنك أنت تعمل شيء جديد أو تغير من الحالة اللي هي عندك. لأنه عقلنا زي الحديقة، الأفكار اللي فيها هي الأشجار اللي بتنمو وتكبر، واللي يسقيها هي المشاعر اللي عندك. فبالتالي أي أمر، أي سلوك، أي عادة تبغى تغيرها، تبدأ تغير البذرة حقتها، تبغى تغير الفكرة اللي بنت المعتقد هذا وأصبحت لديك فعل وعادة. فكل الأمور اللي عندك مربوطة بأفكارك وبمشاعرك. خلينا نتكلم عن الأفكار والمشاعر هنا. يعني كثير من الناس خلال هذه الأزمة يتلبسه نوع من، وهي حالة طبيعية أعتقد، ولعلك أنت تفيدنا فيها، كثير يتلبسهم يعني جزء من الخوف والهلع، ويمكن حالة وسواس أنه هل أصاب ما أصاب، يمكن من كحة بسيطة أو شيء. كيف ممكن الشخص اليوم يحصن نفسه من هالأفكار أو المشاعر اللي ممكن تتملكه خلال هالفترة؟ طيب، احنا كلنا مسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الواحد ياخذ بالاسباب، يعني كلنا عندنا الخوف وكلنا عندنا القلق هذا، لكن الشخص ياخذ بالاسباب. يعني دولتنا وحكومتنا من أوائل ومن أفضل الدول اللي بدأت وقامت بإجراءات احترازية وقائية عشان خاطر تحمينا، وعشان خاطر وتعلمنا أيضا بالإرشادات وبالأشياء اللي إحنا إذا سويناها حنحمي نفسنا. ومن ضمنها الواحد يجلس في بيته ويلزم بيتك. فبالتالي في أشياء معينة الواحد إذا فعلها قدر الإمكان بيبعد عن الخطر اللي ممكن هو يواجهه، بالإضافة لكل الأشياء اللي احنا كلنا نعرفها وسمعناها. الأمر الآخر من الداخل، يعني إذا احنا مؤمنين فعليا من جوا وكل مرنا نستحضر أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لنا، والواحد من جوا يعرف أنه ممكن تيجي كورونا وتنتهي وتخلص، لكن ما تركتها في مشاعرنا وفي نفوسنا ممكن تكون في حفر كبيرة موجودة عندنا. فكيف الواحد يقدر إنه هو يخرج كويس من الناحية النفسية؟ نركز أكثر إنه كيف الواحد يقدر يكون في حالة مطمئنة، كيف يقدر يطبطب على نفسه، كيف يقدر يكون الشخص اللي دائما رفيق نفسه ويريح نفسه يشعر دائما انه تحصن بالاذكار اللي احنا يعني تعلمناها في ديننا، ويكون مطمئن انه باذن الله تعالى حتعدي، باذن الله تعالى اذا اخذنا الاجراءات والاحترازات واعقلناها وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى حتعدي ان شاء الله، وحتكون قصه وحكايه، وما حيصيبنا ان شاء الله الا كل خير. استاذ ريان، هل صحيح انه إذا مارست أو تعلمت على سبيل المثال موسيقى، آلات معينة، هل صحيح أنه ممكن أن تتكون معك عادة خلال مدة معينة؟ وكم هي المدة؟ إحنا سمعنا آراء متضاربة، اللي يقول لك 20 يوم، واللي يقول لك 30 يوم، واللي يقول لك 16 يوم، إحنا ما نعرف حقيقة أيهم أصح. جميل،
جميل. هو طبعا الدراسات بتجمع بترجح غالبيا على ان اذا انت عملت افعال معينه لمده 21 يوم تبنى العاده هذه عندك بصوره عامه في الاجمل في الاغلب الحالات. في حالات تبناها في اقل وفي حالات تاخذ وقت اطول. صراحه من الاشياء اللي تخلي الواحد فعليا يستمتع بوقته اللي هو فيه حاليا انه هو ممكن يتعلم مهاره معينه زي ما ذكرت. انا زوجتي بتعلم بيانو مثلا. ممكن الواحد فعليا يعني يشوف ايش في اشياء من زمان هو قاعد ياجلها يبدا يعملها ويحطها في الاكشن وفي الفعل بالنسبه له. يبدا يشوف يعني في ابداعات كثيره حاصله حاليا. وصراحه الاونلاين الان سهل لنا ادوار مره كبيره ان الواحد يقدر من بيته ياخذ دورات في ارقى جامعات في العالم من هارفارد وام اي تي ومن ديزني ومن جهات عالميه جدا يقدر ياخذها وهو قاعد في بيته من جواله من الجهاز. يعني الاساس في معظم الناس الاساس في اكتساب هذه المهاره والعاده هو الميراث والتكرار والتمرين. صحيح. وتبدا اخ جمال بالفكره ان انا اول شيء ايش هي الاشياء اللي انا ابغاها. تبدا بالفكره وبالتالي المشاعر تدعم الفكره هذه والقرار انه انا ابغى اعمل انا ابغى اجرب ابغى اسوي شيء معين وبتكرارها تصبح لديك عاده. طيب هل في استاذ ريان اليوم افكار ممكن نشاركها يعني مع العائلات اليوم يعني من جانب تنويع الانشطه خلينا نقول في فتره المنع؟ صراحة أفكار مرة كثيرة. الواحد صار يدخل ويشوف إبداعات جميلة. يعني أصبحوا العائلة يعني أصبح كثير من الرجال مثلا اللي بعيدين عن البيت صاروا يطبخوا وصاروا يبدعوا في الموضوع هذا بشكل جميل وصاروا يشاركوا تجاربهم. في آخرين بيتواصلوا أونلاين يعني صاروا يخرجوا خرجات وطلعات وبشكات أونلاين. فتلاقي على مواقع مختلفة مجموعة من الأصدقاء بيخرجوا بتقابلوا وبيضحكوا كأنهم قاعدين فعليا يعني في نفس الجلسة لكن كل واحد قاعد في بيته. فبالتالي هذا بيخفف عليه شعور الوحدة وشعور إن هو البعد عن الناس أو عدم التواصل. صراحة الإنترنت قرب المسافات بشكل مرة كبير. يعني أنا قاعد يعني ما أبغى أقول الشيء هذا بس تخيل مثلا حياتنا الحالية من غير إنترنت كيف حيصير كيف حيكون الوضع. حيكون أصعب بكثير. ولكن حتى لو حصل أنا متأكد إنه حتكون في بدائل أخرى الأشخاص حيقدروا إن هم يطلعوا فيها. هذه الأفكار هل تنصح اليوم بواقع معينة ربما بتطبيقات معينة قد تساعد الناس خلال هالفترة للخروج من خلينا نقول من حالة الملل كسر الجمود؟ صراحة القائمة مرة كبيرة وفي كثير يعني جهات رتبت وجمعت مواقع كثيرة حطتها في مستندات معينة الواحد يقدر أنه هو يرجع لها. الشخص اللي يبغى يبحث اللي يبغى يوصل لشيء حيقدر يبحث عنه ويوصله بسهولة جدا جدا جدا. لكن بصورة عامة يعني حاول أنك تبحث عن أمر معين تستمتع فيه وانت قاعد تسويه خصوصا الفترة الحالية. يعني إذا في شيء معين تبغى تتعلمه تحبه شيء ثاني ما تحبه جرب تبدأ بشيء تحبه أول. لأنه المرحلة هذه نحتاج أنك أنت من جوا تكون كويس نفسيا داخليا. مرة مهم تهتم بالموضوع هذا لأنه حتى هذه يعني حسب علماء النفس والأطباء إنه الصحة النفسية والمشاعر الداخلية بترفع حتى من معدل المناعة عندك وبتساعدك على حتى على الشفاء الذاتي وبتساعدك حتى على إنك أنت تعطي أجهزة مناعية داخلية غير طبعا الأثر النفسي على نفسك وعلى غيرك. الشخص الإيجابي والمتفائل والمبتسم هذا أمر بيعدي غيره لأنه الابتسامة من أجمل الكلمات اللي في العالم اللي ما فيها ولا حرف.
لكنها توصل للغير ولكنها تأثر في الغير. مرة من الفترة الحالية نسأل عن الناس اللي يمكن ما في أحد يسأل عنهم. نتواصل مع أصدقائنا، مع أحبابنا، مع أهلنا، مع الناس اللي هم فعليا ممكن يكون في ناس موجودين بيننا وحولنا، مثلا أحد يرفع عليه سماعة يسأل عنه يقول له كيف حالك، إيش أخبارك، أنت كويس، أمورك كويسة. مرة مهم نكون متواصلين اجتماعيا الفترة الحالية، لأنه إحنا نحتاج بعض، إحنا نقوي بعض، إحنا البعض، ربنا خلقنا مسخرين لبعض. شكرا جزيلا لك الأستاذ ريان سمان، الناشط الاجتماعي ومدرب الحياة المعتمد، لكل هذه المعلومات اللي قدمتها اليوم حول العائلة السعودية، فعاليات العائلة السعودية، وقت المنع. الرسالة الأخيرة حقيقة هي رسالة مهمة جدا، اسألوا عن أحبابكم، اسألوا عن جيرانكم، اسألوا عن أقاربكم خلال هذه الفترة، اسألوا عن جيرانكم تحديدا، اسألوا عن المحتاجين. قد يكون البعض محتاج، يمكن هذا السؤال، يمكن السؤال هذا يمثل له قيمة كبيرة جدا. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. بعد أن ألقت جائحة كورونا بظلالها على العديد من القطاعات والخدمات، لم يكن بد من الاستفادة من الفضاء الإلكتروني في التعليم، فكانت تجربة الممارسة عن بعد، وكان لجامعة جدة تجربة مميزة سنتعرف عليها أكثر مع معالي الدكتور عدنان الحميدان مدير جامعة جدة. مساء الخير دكتور عدنان. مساء الخير عليك أستاذ جمال وعلى السادة المشاهدين. الله يحييك دكتور. ودنا لو نعرف بس وش الإجراءات، التنظيمات التي قررتها جامعة جدة لهذا الفصل الدراسي الاستثنائي، أيضا كيف يتم مراعاة الطلاب في هذا الظرف؟ طيب، أولا اسمح لي أول شيء أن أقدم الشكر الحقيقي لقناة روتانا الخليجية وبرنامج أهل على هذه الاستضافة. حقيقة قبل ما نبدأ الحقيقة بالحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، ربما من الواجب الحقيقة أولا تقديم الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين على الرعاية الأبوية الحقيقة اللي وجدها المجتمع السعودي، وهذا الدعاء اللي امتدت أيضا للمقيمين على هذه الأرض اللي من خلال الإجراءات الاحترازية التي أصبحت الحقيقة نموذج يحتذى به علنيا. وأنا أعتقد أن من الشكر اللي ممكن نقدمه للقيادة الرشيدة هو أن نتبع التعليمات التي تصدر بشكل يوم من وزارة الصحة والجهات المعنية. بالنسبة لجامعة جدة الحقيقة هي مثل مؤسسات التعليم الأخرى في المملكة الحقيقة، يعني هذه الجائحة أثرت على كثير من الجهات، ولكن بفضل الله ثم بفضل الجهود الحقيقة اللي تبذل في مختلف القطاعات ومنها جامعة جدة، انتقلت العملية بكل سلاسة من تعليم اعتيادي حضوري إلى تعليم عن بعد. وأعتقد أن هذه التجربة يعني حيكون لها أثر بالغ الحقيقة بعد انتهاء الأزمة بإذن الله تعالى. الإجراءات اللي اتخذتها الجامعة هي استندت بشكل أساسي على قاعدة ذهبية بالنسبة لنا، أن يكون هناك توازن الحقيقة بين التحصيل العلمي اللي من الواجب يصل إلى الطلبة وتحقيق نواتج التعلم في كل مقرر، وأيضا مراعاة ظروف هؤلاء الطلبة في هذا الظرف الحرج الحقيقي. من ضمن الحقيقة الإجراءات اللي تم السماح بشكل استثنائي لجميع الطلاب والطالبات وفقا لإمكانياتهم وظروفهم الانسحاب من أي مقرر، وذلك قبل يعني فترة الاختبارات النهائية، لديهم الفرصة أن يسحبوا من مقرر أو أكثر، وأيضا لديهم فرصة أن يؤجلوا استكمال أي مقرر يرون أنهم مثلا تحصلوا على درجات جيدة في الفترة الماضية ويرون أنه مثلا فقط تأجيل الاختبار النهائي لهم، وهذا أيضا متاح ومن خلال التقرير المعروف تقدير ICE أو غير مستمر واللي متاح في لوائح الدراسة والاختبارات. أيضا من ضمن الإجراءات والقرارات التي اتخذت أن تم إعادة توزيع درجات جميع المقررات بحيث أن يكون الوزن على درجة الاختبار النهائي أقل، وهي 20 درجة، أصبح الاختبار النهائي بدلا من 40 20 درجة. والهدف الحقيقة من هذا الإجراء أن لا يخسر الطالب، يعني قد حكم طريقة الاختبار الجديدة على الطالب وهي عن بعد، احنا لا نستطيع يعني او لا نرغب انه الطالب الحقيقه يغامر بدرجه كبيره او نغامر بدرجات الطالب في اختبار واحد، فهذا ايضا من الاجراءات اللي تخلي الطالب
في أمان أكثر الحقيقة. كذلك تم تعديل طريقة حساب المعدل العام للطالب بهذا الفصل أيضا بشكل استثنائي. يعني ببساطة المقرر اللي ما حيفيد الطالب معدله بعد نهاية الفصل الدراسي طبعا، إذا درجة الطالب في هذا المقرر لا تفيده في معدله العام فلن تحسب له فيعتبر ناجح بدون درجة. أما إذا كانت الدرجة أو المعدل اللي حصل عليه في المقرر يفيده في معدله العام فسوف يحسب له. فبالتالي أنا أعتقد أنه الطلبة يعني بهذه الإجراءات، يمكن أنا ذكرت أهم ثلاث يعني قرارات انعكست على الطلبة بشكل كامل. جميع هذه الحقيقة الإجراءات اللي تمت هي تمت بالتنسيق أيضا مع جامعات المملكة الأخرى بمتابعة شخصية من معالي وزير التعليم دكتور حمد آل الشيخ وأيضا معالي نائبه دكتور حاتم مرزودي، اللي دائما الحقيقة ما يوجه الجامعات بالوقوف إلى صف الطالب في هذه الظروف الاستثنائية. لو أخذنا بالنسبة للتعليم عن بعد في جامعة جدة، لو أخذناها بالأرقام، إحنا يمكن اللي دخلوا الطلبة واستفادوا من نظام التعليم عن بعد، وإحنا بنستخدم النظام المعروف البلاك بورد، قرابة 22 ألف طالب وطالب. وهذا أعتقد ليس بالعدد الهين إنه إدارة هذا العدد في على نظام واحد وفي فترة حرجة. إحنا في أقل من 48 ساعة أستاذ جمال انتقلنا من التعليم الاعتيادي إلى التعليم عن بعد. هذا يؤكد أن الجامعات السعودية الحقيقة لديها بنية تحتية تقنية تعليمية قوية جدا جدا، وأن المملكة الحقيقة استثمرت في هذه البنية. عدد المحاضرات التي تمت حتى اليوم هي 46 ألف، أكثر من 46 ألف محاضرة. عدد مرات الحضور في المحاضرات قرابة 950 ألف حضور، وهذا عدد يعتبر كبير. هذه جامعة واحدة فقط من جامعات المملكة. إجمالي ساعات التدريس حتى نهاية دوام يوم الخميس كان أكثر من 113 ألف ساعة تدريس. أعتقد هذه الأرقام وهذه الإجراءات تدل يعني بشكل كبير على أن المملكة والقيادة الرشيدة ووزارة التعليم أعتقد أنها تعاملت مع هذه الأزمة بشكل حقيقي احترافي لم يؤثر. إحنا التعليم اليوم الإلكتروني أو التعليم عن بعد هو مثل التعليم الاعتيادي، لا نشر الحقيقة نحن بفرق. الطلبة قد يكون جديد عليهم بعض الإجراءات، لكن أنا أعتقد أنه ما تم حتى الآن يعتبر الحقيقة نجاح بامتياز للتعامل مع هذه الأزمة. لا شك الأرقام اللي ذكرتها برضو معالي الدكتور عدنان يعني أرقام حقيقة تدعو للفخر سواء لديكم في جامعة جدة وحتى في الجامعات الأخرى. خليني أنتقل دكتور عدنان إذا سمحت لي إلى جزء مهم جدا، وهي قضية الجامعات لا يقتصر دورها فقط على الجانب التعليمي وإنما أيضا على الجانب المجتمعي. سؤالي لك اليوم، المبادرات اللي خرجت فيها في جامعة جدة، أود فقط أن نلقي الضوء على مبادراتكم فيما يتعلق بالتعليم العام. هل هناك مبادرات قمتم بها بجامعة جدة في هذا الجانب؟ صحيح، احنا الحقيقة التعليم العام بالنسبة لنا في جامعة جدة من الجهات المستهدفة وشراكاتنا معها ممتدة منذ زمن بعيد لعدة أسباب. أهمها انه في رؤيتنا في جامعة جدة انه دورنا لابد انه لا ينحصر داخل سور الجامعة، لذلك احنا دائما نذكر ان جامعة جدة هي جامعة بلا أسواق. هذا السبب الأول. السبب الثاني، نحن في جامعة جدة لدينا كلية التربية وهي كلية من أعرق كليات التربية في المنطقة، وأعتقد دورها لابد أن يفعل بشكل أكبر لاستفادة المعلمين والمعلمات والتعليم العام من المعرفة والكفاءة اللي موجودة عندها. أيضا كان إحنا في اهتمام في جامعة جدة بالموهوبين، والموهوبين ورعاية الموهوبين هو امتداد لما يتم في التعليم العام، وبالتالي لابد لكي ننجح الحقيقة في يعني الجامعة تنجح في مشروعها اللي هو رعاية الموهوبين، لابد أن يكون لها شراكة كبيرة وشراكة عميقة مع التعليم العام في محافظة جدة وفي مختلف المناطق وعلى مستوى المملكة ككل. تحديدا إدارة الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، أنا أعتقد أنه بيننا وبينهم شراكة يعني قد تكون استراتيجية بشكل أكبر. إحنا كان بدأنا معاهم في رعاية الموهوبين ثم تدريب وتأهيل المعلمين، وفي ثنايا هذه الأزمة الحقيقة طلعنا بشراكة جديدة أو بشكل جديد من الشراكة معاهم، وأسسنا لدورات تدريبية عن بعد، وقعنا الشراكة عن بعد، وبدأت فعلا دورات عن بعد لمعلمين ومعلمات محافظة جدة لتأهيلهم في مجال التعليم عن بعد على أنظمة التعليم عن بعد اللي موجودة في التعليم العام وتتبناها وزارة التعليم. يعني إحنا هذه الدورات حتى اليوم إحنا عقد أكثر من 10 دورات عن بعد للمعلمين والمعلمات، استفاد منها 4000 معلم ومعلمة، ف
فقط في فترة الحظر، هذه الفترة اللي استطعنا الحقيقة التغلب عليها. هذا في محافظة جدة دكتور عدنان فقط؟ هذا فقط محافظة جدة. فالحقيقة احنا بيننا وبينهم شراكة كبيرة، احنا بيننا وبين إدارة موهبة أيضا فيما يخص رعاية الموهوبين في التعليم العام والتعليم الجامعي. فأعتقد أن التعليم العام من الواجب علينا وحقه علينا الحقيقة أن نقدم له كل ما نستطيع من معرفة وتدريب وتأهيل. دكتور، احنا فيما يتعلق بالتعليم عن بعد قد نكون شبه جاهزين وجهزنا بوقت قياسي، لكن كل هذه الظروف اللي عشناها ومرينا فيها تفرز لنا الكثير من الدروس يمكن المستفادة في مجال التعليم الجامعي في هذه الأزمة. لو تبغى تلخص لي الدروس المستفادة ماذا تقول عنها؟ احنا الحقيقة انا دائما اقول رب ضارة نافع. الحقيقة الانتقال المفاجئ اللي حصل من التعليم الاعتيادي الى التعليم عن بعد كان اختبار للجميع، لمؤسسات التعليم، للطلاب، للأسر، لجميع القطاعات المعنية بالتعليم. وأنا أستطيع أن أقول يعني بلا الحقيقة تحيز لأي طرف أننا نجحنا جميعا بجدارة. الأسر كانوا على قدر كبير من المسؤولية، وأنا هنا أشيد بدور الأسر الحقيقة في رعاية أبنائهم وتحفيزهم، في لأن الطلبة يعني كطالب بحكم صغر سني قد أنه يتفاجأ ويكون لديه شبه صدمة بالانتقال من الكلاس أو المحاضرة الاعتيادية إلى التعليم عن بعد والتعامل مع التقنية في هذه الأمور. لكن الأسر كان لهم دور كبير. الجامعات اتضح أن لديهم تقنية أو بنية تقنية تعليمية مميزة تجعل من التحول للتعليم عن بعد هو إجراء اعتيادي كانت يعني on off، ولم يكن الحقيقة هناك أي عوائد كبيرة تقنية في هذا المجال. وايضا وزاره التعليم الحقيقه، وزاره التعليم يعني معالي الوزير والوزاره ككل الحقيقه كان استجابتها السريعه والمتابعه له كان لها الاثر الكبير الحقيقه في هذا الانتقال. ولعل اهم الدروس المستخلصه شئنا ما بينا سيكون هناك تغيير في نمط التعليم بعد كورونا. التعليم قبل كورونا سيختلف عن التعليم بعد كورونا. يمكن كثير من الدراسات اللي البعض اطلع عليها انه في جميع الاقتصاد سيتغير، الاجتماع صحيح. سيتغير صحيح. امور كثيره حتتغير، التعليم بحد ذاته حيتغير وتحديدا على المستوى الجامعي. فكان التوجه نحو التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد سابقا موجود وكان متسارع فقط في الدول المتقدمه الحقيقه في التعليم، لكن اليوم جميع الدول العالم ستتجه الى الاستثمار في هذا النوع والنمط من التعليم. وهذا يعيدنا حقيقة إلى النقاش حول التعليم عن بعد ونجاعته. وأعتقد الآن من الضروري مراجعة قرار إيقاف التعليم عن بعد بعد هذا النجاح الباهر الحقيقة، وبعد أن لمس الجميع أن التعليم عن بعد هو نمط تعليم مميز ولا يقل في كفاءته عن التعليم الاعتيادي إذا ما أحسن تنفيذه. فأعتقد أننا لابد أن نعود ونناقش من جديد قرار إيقاف التعليم عن بعد، وأن يعود هذا التعليم ويكون أحد أهم حقيقة أنماط التعليم بعد كورونا بإذن الله تعالى. وهذا ما نتمناه. شكرا جزيلا لك معالي الدكتور عدنان الحميدان مدير جامعة جدة، متحدثا عن تجربة جامعة جدة في التعليم عن بعد. حقيقة أرقام يعني ذكرها الدكتور عدنان، 113 ألف ساعة تدريس، 950 ألف حضور، هذه أرقام كبيرة جدا في ظل هذه الأزمة، تدل على وعي وتدل على مسؤولية كبيرة من قبل الطلاب وعوائلهم، وكذلك تدل على التزام ومسؤولية من قبل الجامعات تجاه طلابها. ختام يا هلا، إلى اللقاء.